السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في الفيديو ده إن شاء الله هنتعلم طريقة رسم الأشكال المختلفة في برنامج جوجل سكتش أب. أول شكل معانا هنبتدي نرسمه وهو شكل الكون. هنبتدي نضغط على سيركل من أدوات الرسم وابتدي أرسم دايرة بهذه الشكل. بعد كده هبتدي آجي للسنتر بتاع الدايرة دي وأرسم بلاين رأسي بهذا الشكل، وابتدي اوصل النقطة دي مع النقطة دي عشان احصل على سطح. بعد كده هختار الدايرة واقول له فلو مي وابتدي اضغط على الفيس ده، هلاقي نفسي قدرت احصل على شكل الكون بهذه الطريقة. الشكل الثاني معانا وهو شكل الدوم. هبتدي ارسمه ازاي؟ هقول له سيركل بهذا الشكل، بعد كده هبتدي اروح لارك وابتدي ارسم ارك من الميد بوينت دي لحد الميد بوينت دي وابتدي ادوس على السهم الاعلى اسكيب اسف الميد بوينت مع الميد بوينت وابتدي اسحب للاعلى وادوس على السهم الاعلى وابتدي ارسم الارك ده بهذا الشكل، وليكن هو ده الشكل اللي انا عايزه. وليكن ابتدي اختار الميد بوينت دي وانزل اقفل الشكل ده. بعد كده هشيل اللاين ده وابتدي اختار الدايرة واقول له فلو مي، اضغط على الفيس هلاقي ان انا قدرت احصل على شكل الدوم بكل سهولة. ممكن كمان من الشكل ده احصل على كورة. هختار نسخة من الشكل ده، هقول له هختار الشكل وبعد كده اقول له كنترول كليك من اي نقطة، وبعد كده هنزل الى اسفل واقول له السهم الى اسفل بهذه الى اعلى بهذه الطريقة اسف الى اعلى واضغط كليك. انا ومختار الشكل اقول له كليك يمين الاين، هختار حاجة اسمها الاين فليب الاين، بعد كده منها هختار بلو دايركشن، هلاقي ان الشكل اتعكس معايا. من النقطة دي هبتدي اسحب الى اعلى لحد ما اوصلها للنقطة دي، هلاقي ان انا قدرت احصل على شكل الكورة او الدوم بهذه الطريقة. الشكل اللي بعد كده اللي هنحتاج نتعلمه ان شكل السلندر. ان انا هبتدي اختار ارسم دايرة بهذا الشكل، بعد كده هبتدي ارسم دايرة عمودية على هذه الدايرة، اضغط كليك ارسم دايرة عمودية بهذا الشكل وابتدي اقول له اختار الشكل ده واقول له فلو مي واضغط كليك على الدايرة، هلاقي نفسي رسمت قدرت ارسم زي الطوق كده من هذه الخطوات بهذا الشكل. الشكل اللي بعد كده اقدر كمان ان انا ابتدي اختار الشكل ده واقول له كنترول كوبي واقول له سكيل عشان احصل على شكل اخر منه. قدرت اعدل على الشكل ده واوصل للشكل ده بمجرد خطوة، غير ان انا قدرت اعمل سكيل. ممكن كمان بكل سهولة احصل على شكل هرمي. هاجي ارسم مستطيل بهذا الشكل وابتدي اخد المنتصف بتاعه بهذه الطريقة وابتدي ارسم لاين الى اعلى ووصل النقطة دي ووصل النقطة دي، هحصل على فيس. دبل كليك على الفيس ده واقول له روتيت من النقطة دي مع النقطة دي، وانا داس على كنترول اوصل للنقطة دي واقول له اكس 3 انتر، هلاقي نفسي قدرت احصل على شكل هرمي زي ما هو واضح قدام حضراتكم. طيب ايه كمان ممكن اقدر اعمله؟ ممكن لو خدت كوبي من الشكل ده كنترول وكوبي وقلت له سكيل وسحبت الى اعلى اقدر احصل على شكل بيضاوي بهذه الطريقة. طيب ممكن كمان اقول له روتيت من اي نقطة اقدر اخليه كده شكل ديكوري. ممكن اقول له كوبي كنترول واقول له سكيل مرة اخرى واسحب
احصل على شكل كده اخر برضو عشوائي. ممكن لو صغرت السكيل بتاعه احصل على حاجة كده برضو شبه الكبسولة، لو عملت له سكيل الى اسفل بهذه الطريقة اصبحت حاجة كده شبه الحصى بتاع الارض يعني. مثلا ممكن استغلها في الحاجة في لاندسكيب. ممكن كمان ان انا ابتدي اختار الشكل الهرمي ده واخد نسخة منه بهذه الطريقة واقول له، ابتدي اختار النقطة دي الخط ده واقول له موف. بهذه الطريقة اقدر احصل على مزيد من الاضلاع. ممكن اختار الضلع ده، الضلع ده كمان واقول له موف. بهذه الطريقة قدرت كمان من الشكل ده ابتدي اغير الشكل الهرمي واحصل على مزيد من الاشكال. ممكن اقول له روتيت للضلع ده بهذه الطريقة، الشكل كمان اتغير اكثر. طيب ممكن اخر شكل، اخر شكل هنتكلم عليه، هنبتدي نرسم مستطيل ونقول له بوش الى اعلى بهذه الطريقة. ممكن ان انا ابتدي اختار الفيس ده واقول له روتيت من النقطة دي للنقطة دي بهذه الطريقة، ابتدي اغير في الشكل بتاعي. ممكن كمان ابتدي اختار الفيس ده واقول له روتيت بهذه الطريقة. قدرت اقسم الشكل ده الى شكلين لو قفلتهم بهذه الطريقة اقدر احصل على مشروع من هذه الفكرة. يعني ممكن مستطيل ابتدي افصلهم مستطيلين يديني فكرة مشروع، طبعا مع التعديل على الكتلة يعني. كنترول زد ممكن ان انا ابتدي اختار الخط ده الكتلة دي واقول له سكيل، او الفيس ده واقول له سكيل وابتدي اعمل له سكيل الى اعلى بهذه الطريقة. يبقى انا قدرت اغير كمان في الشكل عن طريق فقط امر سكيل. هيتقسم لي الى خطين، ممكن اقول له بوش واختار السطح ده واقول له بوش الى اسفل او الى اعلى بهذه الطريقة يديني شكل اخر، وهكذا. يعني حضرتك تقدر بالادوات البسيطة انك تبتدي تعدل على الاشكال دي لحد ما توصل لفكرة المشروع اللي حضرتك محتاجها. هو ده مضمون الفيديو بتاعنا النهاردة، هو ده كل اللي احنا عايزين نقوله في الفيديو. يا رب يكون فيديو مفيد لحضراتكم. أشكركم، إلى أن نلتقي في محاضرة أخرى بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.